وعلى هام سحور شركة روتانا للصوتيات والمرئيات واللي أقيم الأسبوع اللي فات في دبي. التقينا هناك بأبطال المسلسل اللبناني جوليا المعروض على شاشة روتانا، واللي كلمونا عن ردود الأفعال اللي استقبلوها بعد الحلقات المعروضة. ردود أفعال قوية استقبلها أبطال مسلسل جوليا خلال حفل سحور روتانا. الحمد لله الناس لحد الآن انطباعات عن الشخصية يعني إيجابية، وبلشوا يتعلقوا فيها بتفاصيلها يعني، فكانت ممتعة بالنسبة لي. أنت بنت حساسة، عندك حساس عالي وبتعيشي للآخر. المسلسل المعروض على شاشات روتانا قدر انه يظهر بطل العمل قيس الشيخ نجيب في شكل مختلف. هي كانت بالنسبة لي مغامرة اني العب هذا النوع من الكوميديا. سبق وعملت كوميديا يعني، بس هذا النوع بالذات بهيك شخصية شوي فاقعة. خلينا نقول انت بنت حساسة، عندك حساس عالي وبتعيشي للآخر. ويا ترى ماجي بغصنة هتقول لنا ايه عن اداء قيس الكوميدي؟ شوفوا رائع جدا، دمه خفيف قيس وعاطي الدور على القد. من نحن وعم نصور قلت له شوف يا قيس قديش الدور رح يحبوه الناس ورح يحبوك باللايت كوميدي بالرومانتيك كوميدي. اسمع انت وياه، يبقى عيط لي دو وزير رح فعفص له عيونه. وازاي كانت اجواء تصوير المسلسل؟ كنا عم نستمتع كتير بهي التجربة، عم نروح نتسلى بالتصوير ونستمتع ونبني مع بعض ونشتغل مع بعض، وهذا الشيء انعكس على المسلسل يعني. لكن ماجي أرهقها أداء شخصية جوليا بشكل كبير. كتير صعب، كتير بده مجهود جسدي وبده مجهود فكري، وأنا تدربت على الشخصيات قبل ما فوت على البلاتو لأنه كتير صعبين يعني، ولا مرة عاملة شيء بيشبههم بمسيرتي الفنية. ورغم التعب والإرهاق إلا أنها كانت سعيدة جدا. كل الأدوار صعبة وفي كتير لوكيشنز بالمسلسل، بس كان في جو حلو، هيدا كان ينسينا كل التعب. وكشفت لينا كمان عن سبب اختيارها لنانسي عجرم لغناء تتر المسلسل. دايما بس نجم بالغناء يفتتح تتر مسلسل بيفرش له نجاح، ونانسي نجمة كبيرة بالوطن العربي ومحبوبة كتير.